سلام البنات، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. للمره الاولى تشوف لا فيديو ديالي، نقول لهم ما تنسيش تدعميني باشتراك، واللي راهم معايا من بدايه تاع القناه نقول لهم يعطيكم الصحه. في لا فيديو تاع اليوم جبت لكم واحد الغريبيه الدب في الفم وناجحه 100% من التجربه الاولى. ان شاء الله برك تجربوها. هنا حبيت نبدا لكم بهذا المقطع باش تشوفوا، يعني تشوفوا كيفاش هشيشها وكيفاش طريه وتشوفوا التشققات اللي فيها. يعني وصفه ما تردوهاش كامل اللور وشوفوا بعينيكم، غير تمسوها تتكسر. وصفه بنينه 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 ولا اروع. نجوزو دوكا باش نبداو بالمقادير والطريقة تاعها. هنا في المقادير سحقيت كاس سكر غلاس، 250 غرام تاع المارغارين تكون بحرارة الغرفة، 3 صفار بيض، كاس فارينة، زوج لاليفور وقرصة ملح. هنايا لا مايزينا نطمو بها و 50 غرام تاع الكاكاو. وهنايا عندي لاغوم تاع الشوكولا، واللي يحب يدير يعني هاد الغريبيه تكون بلوغو تاع لافاني يبدل هاد لاغوم، يديرها يدير لاغوم تاع لافاني وما يديرش الكاكاو، يبقى يطم بقاو تطمو فيها غير بلا مايزينا. يعني نحيو لاغوم تاع الشوكولا ونحيو الكاكاو وخدمو عادي. هنايا حطيت قسم غرف هكا تاع الماكله لاغوم، وكما راكم تشوفوا بديت نخدم كاع هذوك المكونات بيدي، نخلطهم مليح. مي البنات ما تعجنوهاش، دو بريفيرونس طموها برك، يعني كملوا على هذه الطريقه حتى يتجانسوا كاع المكونات تاعكم، يعني تلقاوها تشبه لاباط سابلي، يعني قريب نفس القوام. هنا خدمتهم مليح، وبيان سور ما تخلي والو لاصق في الحاجه اللي راكم تخدموا فيها، مي دو بريفيرونس خدموا في حاجه واسعه. هنا زدت زيت الكاكاو وخلطت مع هذوك المكونات، ومن بعد نزيد عليهم لا مايزينا. هنا يا لا مايزينا انا حطيت قدامي 400 غرام 400 غرام، واستعملت نص تاع الكميه، يعني ما طميتش بالكميه كامل، استعملت حوالي 200 غرام. وانتوما تاني ما تنسوش بلي درنا كاس تاع الفارينه على حساب النوعيه تاع الفارينه اللي حطيتوها، كابابل تكون تشرب كابابل تكون ما تشربش. يعني المايزينا حطوا قدامكم وعينكم ميزانكم، انتوما شحال تسحقوا باش تطموا، حتى شغل تطموا بها حتى تتحصلوا على عجينه تكون طريه وما تكونش متلوقه بزاف وما تكونش يابسه بزاف. هنايا هذا واش بقى لي من المايزينا هذيك. هنايا حبيت نوري لكم ابيبري كيفاش يعني القوام ديالها، شوفوا. وهنايا جيت نشكلهم كرات تاع 30 غرام كما راكم تشوفوا، نورمالمون كلش راه موضح 30 غرام. نشكلوهم يعني ضربه وحده، ما نبقاوش نلعبوا مع الميزان وكامل، واللي موالفه تحب تخدم عينها ميزانها تدبر راسها، اللي تحب تكبر اللي تحب تصغر. مي هو يعني الحجم اللي لازم هو 30 غرام باش تجي حبه ما صغيره ما كبيره وتجي شابه ومدحوفه. ونديرهم دوائر هكا دي بول، ومن بعد هنا قبل ما نحط لي بول هذوك يطيبوا واش ندير، راني رايحه نبلاطيهم، ما تبلاطيوهمش رقاق بزاف وما ديروا ما تخليوهمش هكاك عاليين، هذا هو الشكل اللي لازم يكون. ونكمل بنفس الطريقه حتى نكمل كاع الكميه. دوكا نجوزو نهضروا على الطياب تاعها. شوفوا البنات الغريبيه نورمالمون كامل نعرفوا بلي لازم نطيب من الفوق، الوغ هنا واش نديرو، نكونو شعلنا الفوق من الفوق يسخن ومن بعد نحطوها طيب، غير تشوفوها تشققت من الفوق ما تخليوهاش تحمر، سورتو لا درتوها بلافاني هذيك البيضه ما تخلوهاش تحمر. غير تشوفوها تشققت تشعلوا لها من تحت، تشعلوا لها من تحت غير ابان يعني تشوفوها يعني خلاص شدت روحها، ولا دو بريفيرونس ما تخلوهاش تحمر.
غير تشوفوها شدت من تحتها من الفوق حتى تتشقق، ومن تحتها خلوها واحد الربع دقائق ماكسيموم 5 دقائق. وهنايا هذا هو الشكل تاعها، مور ما خرجتها من الفوق ما تخلوهاش ما تمسوهاش حتى تبرد. يعني هنا شوفوا كيفاش تتفتت وحدها، جات والله يا البنات رجت الله يبارك، روعه روعه. وهكذا نكون لحقنا لافين تاع لا فيديو تاعنا، ان شاء الله تكون عجبتكم. اللي تحب تتواصل معايا خلي رابط الانستغرام في صندوق الوصف. على بروشين ان شاء الله، باي باي.